رابعا المحاسبة والجزاء واستغلال السياسي وانتخابي وإفساد الساكنة الصحراوية بالكارتيات. خامسا إعادة التأسيس ديال هذه المؤسسة إلا بغيناها تلعب الدور ديالها في بناء واحد الدولة اجتماعية. وشكرا. شكرا جزيلا سيد النائبة المحترمة. والآن أعطي الكلمة للسيدة الوزيرة المحترمة. تفضلوا سيد الوزير. تفضل سيد. نعم. تفضل يا سيدنا. إلى سمحت. سيد الرئيس عفوا سيد. تفضلي. يبدو أن السيدة النائبة المحترمة عندها معلومات مغلوطة عن المنطقة. لا إلى سمحت. ما معنى إفساد المجتمع الصحراوي؟ إلى سمحتي إلى سمحتي. إلى سمحتي إلى سمحتي غادي نضطر نوقفك غادي نضطر نوقفك لأن نقطة نظام. إلا سمحتي رجاء نقطة نظام كتكون في التسيير أو النظام الداخلي. لا حق لك في التعقيب على لا حق لك في التعقيب لا حق لك في التعقيب على مداخلة السيدة النائبة. تفضلوا السيدة الوزيرة. السيدة الوزيرة السيدة النائبة ما أعطيتكمش الكلمة ما أعطيتكم كلمة. السيدة النائبة السيدة النائبة ما أعطيتكمش الكلمة ما عطيتكش الكلمة ما عطيناكمش الكلمة. إلا سمحتوا رجاء إلا سمح إلا سمحت إلا سمحت إلا سمحتوا رجاء. تفضل السيدة النائبة. السيدة النائبة تفضل السيدة النائبة. ولا جينا ندخلوا فيها يجب أن تكون وزارة الداخلية حاضرة. السيدة النائبة عندها الكلمة رجاء. سيد الرئيس. السيدة النائبة إذا سمحتي رجاء. السيدة النائبة تفضلي. سيد الرئيس. السيد النائب المحترم رجاء ما عندكش الكلمة باكي نعطيك الكلمة ما عندكش الكلمة. نعم غتنضبط القانون نعم غتنضبط القانون وغتسد الكلمه في اطار القانون وما عندكش الحق تطول على القانون رجاء. تفضل السيده النائبه طلب الكلمه في اطار القانون وغادي تعطي. عبد الحي خلنا تعطالي. عبد الحي تفضل السيده النائبه. سيد الرئيس في اطار الاحترام التام للقوانين. السادة النواب السيد الرئيس في إطار الاحترام الكامل للقانون وفي احترامنا كمكون صحراوي لا يتجزأ عن المجتمع المغربي نحن كنعرفوا على مدار نحن كنعرفوا السيد الرئيس على مدار مملكتنا المغربية أن المعارضة كانت دائما بناءة وتساهم في بناء مغرب جديد لا في تخريب المغرب عن طريق مغالطات لا نسمح بها وهذه الكلمة تنسح من المحضر أو نحتج بقوة على ما استمعنا له. لطالما كان مغربنا موحدا تحت قيادة جلالة الملك ولا نسمح بتمرير مغالطات سيد الرئيس. المعارضة بناءة وليست هدامة وكل يحترم راسه ويحترم هذه المؤسسة. شكرا سيدة النائبة المحترمة.